أحدثت وزارة الصناعة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث سنة 1996 بهدف تجديد وتطوير قطاع الخشب والتأثيث. يشرف على المركز الفني مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء يمثلون المهنة و3 أعضاء يمثلون الإدارة، وهو متحصل على شهادة الجودة إيزو 9001. كما تتوفر بالمركز الكفاءات والإمكانيات اللازمة لتقديم عديد الخدمات على غرار الإحاطة الفنية بالمؤسسات والتجارب والتحاليل والتكوين، بالإضافة إلى بعث مشاريع البحث والتطوير والتجديد. يؤمن المركز مرافقة لأكثر من 200 مؤسسة صناعية في المجالات الفنية والغير فنية، وأعداد دراسات تشخيص في إطار برنامج التأهيل وإرساء نظم الجودة الخاصة بالمؤسسة أو بالمنتج وفقاً لعلامة الجودة ميمتاء أو علامات الجودة العالمية. كما ينجز عمليات خبرة لتقييم جودة وقيمة المنتجات والمعدات، ويساعد المركز الباعثين الجدد على إنجاز الدراسات المتعلقة بالاستثمار. يوفر المركز الإحاطة الفنية للمشترين من خلال المساهمة في إعداد كراسات الشروط الفنية للأثاث والتقييم الفني للعروض والمراقبة عند استلام المقتنيات. يضم المركز 4 مخابر تحاليل وتجارب معتمدة وفقاً لمواصفات إيزو 17025 التي تضمن الاعتراف بتقارير الاختبار على نطاق دولي، وحدة تقيس لتعيير معدات القيس المستعملة في التجارب، وأكثر من 60 جهاز اختبار و200 آلة قيس لإجراء التجارب والتحاليل. ينجز المركز أكثر من 300 اختبار للتثبت من المطابقة للمواصفات التونسية أو العالمية، وذلك في إطار المراقبة الفنية للواردات والصادرات أو تطوير النماذج أو متطلبات علامات الجودة. تجرى الاختبارات على المواد الأولية مثل الخشب ومشتقاته والألمنيوم، وعلى المنتجات النهائية كالأثاث، الأبواب، النوافذ والحشائية. يقدم المركز برنامج تكوين متنوع يشمل عدة محاور تلبي حاجيات الصناعيين والحرفيين والباعثين الجدد، يؤمنها خبراء محليون أو أجانب. أما بالنسبة للتكوين التطبيقي، يضع المركز على ذمة المؤسسات ورشة تجريبية للنجارة وورشة تجريبية للتنهية. في مجال البحث والتجديد، يقوم المركز ببعث وإنجاز ومتابعة مشاريع البحث في إطار البرامج الوطنية والدولية والربط بين مراكز البحوث والمؤسسات الصناعية. يشهد قطاع الخشب نقلة نوعية. هذه النقلة النوعية لاحظوها من سنة إلى أخرى بمناسبة معرض الأثاث بالكرم. قطاعنا شاسع يمتد من الغابات إلى الأثاث، ما غير ما ننساو الصناعة المتطورة للألواح الخشبية لتحسين القدرة التنافسية لمؤسساتنا. يوفر المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث كفاءات وخبراء وكذلك مخابر مطابقة للمواصفات العالمية. أنا نشجع كل زملائي باش ينتفعوا بخدمات المركز، وكذلك باش ينخرطوا في كل برامج التأهيل اللي توفرهم الدولة. المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث، شريككم للتطور.